يعني هذا رقم الرزق. أرى هنا الكثير من الأشياء، يعني طاقة الرزق كبيرة عالية، وطاقة الحب كذلك عالية. دابا غادي نشرح لكم، واخا لذلك فرحت بزاف. إذا رقم الأنت يعني رقم أربعة، رقم الوفرة والثراء، ليس أربعة، 4 + 4 = 8، رقم الوفرة والثراء. واخا هذه رسالة سماوية، ها واحد الرسالة سماوية، واخا أرجوكم اكتبوها لي. واخا السلبيات عزيزي، كل الدموع ستختفي، واخا كل ستنتهي، يعني هذه تتكلم عن نهاية المعاناة. يعني رقم 10 صافي كملنا، ليس هناك أكثر، يعني صافي، يعني صافي، عشنا هذه التجربة وانتهت، وانتهى الألم. واخا يعني هذا العام، هذا الكسوف وهذه الأرقام السماوية ستحذف كل ما هو سلبي، يعني كل شيء، داك الشيء اللي قبيح اللي عشته أو ما زال موجود شوية في حياتك سيذهب، سيختفي. نودعه ونشكر الله على هذه التجارب بسلامة. واخا شيء آخر، يعني لدينا رسالتين، شوفوا كم من الرسائل، أن الوفرة والثراء بسبب هذا الرقم السحري، ثانيا تختفي كل ما كل السلبيات. قد يكون هناك البعض منكم، قد يكون هناك شخص يعني أساء إليكم، واخا شي واحد، شي بنادم قبيح في حياتك، قد يكون جار أو رفيق عمل أو إنسان قريب منك أو صديق لكنه ليس صديق في الحقيقة، المهم أساءوا إليكم. واخا هذا الشخص عزيزي بفضل هذه الطاقة وهذا الكسوف في قمرك سيرحل من حياتك. واخا سيرحل من حياتك وسترتاح، لكن عزيزي لا تنسى أن تكون دائما مسامح، لا تنسى ما تقول إيمان، دائما سامحه، اغفر له، اغفر، نعم اغفر، اغفر له، لأن هذا الغفران عزيزي هو في الحقيقة سلامك الداخلي، وهو شفاء لك. اطرد كل أنواع الحقد من قلبك، ولا دار لي كل الكلمات السلبية، لا دار لي، وشفت شنو دار لي، هل رأيت ماذا فعل، لا 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 لا، وهذا يعني نشكي ونشكي ونشكي، فعل قال لي، يعني مصيبة وهذه الأشياء، لا، احذفوا كل، تمنى له كل الخير حتى وإن كان أسوأ إنسان يعني عرفته في حياتك، وخا حتى وإن كان، مهم لا أريد أن أقول أسماء تاريخية سلبية، وخا حتى وإن كان أسوأ إنسان في هذا العالم، أن هذا الغفران عزيزي هو شفاء لك، هو سلامك الداخلي في الحقيقة. لذلك شطبوا لي كل هذا الكلام القبيح، ولا تخبئوا هذا الحقد وهذا الكراهية، لا أرجوكم، لا أبدا أبدا، الكراهية لن تسمح لهذه الطاقات السلبية، لا تسمح لها بأن أن ماشي بأن تعيش في قلبكم، حتى وأن أن تطرق بابكم، باب قلوبكم، أبدا أبدا، لأنها في الحقيقة مرض لكم. أرجوكم سامحوا كل، مهم لا أريد أن أتكلم عن حياتي وعن، لكن إذا قلت لكم من سامحت أنا، كم من الناس سامحت، لن تصدقوا، ستقولون هذه رواية قرأتها لأنكم، لكن معلش لن أتكلم عن حياتي، صدقوني، سامحوا كل من يسيء إليكم بحب، ليس فقط، بل تمنوا له الخير، نعم تمنوا له الخير، ربي يشافيه، الله يشافيه، ربي يرزقه، الله يعطيه داك الشيء اللي كيتمناه باش يرتاح، لأن هذا الشخص الذي يسيء للناس هو مسكين مريض، ليس مرتاح، يا غار فيه طاقات مختلفة سلبية، ويريد أن يكون الناس مثله، يعني في طاقة منخفضة جدا، وفي نفس يعني في بئر مظلم مثله، لذلك مسكين يجب أن نشفق ونعطف عليه. واخا نترك هذا. لدينا الرسالة الثالثة، هي أن هذه الطاقة السلبية، هذا الشخص الذي أساء إليك وسبب لك المعاناة، لا أتكلم عن الحبيب، أتكلم عن شخص، قد يكون الحبيب لكن لا أتكلم عن الحبيب، أرى أن الكسوف سيزيل الطاقة السلبية، وهذا الحب وهذا الشخص ليس حبيبك، لأن هنا أرى حب كبير بزاف، وغادي نهضر فيما بعد عن الحب. أنا أرى شخص قد يكون جارك أو جارتك أو يعني أو شي واحد من العائلة
أو صديق لكنه لم يكن صديق في الحقيقة، يعني شخص ليس، لا أتكلم عن الحب، لا أتكلم عن الحبيب، وهذا سيختفي من حياتك، والحمد لله وشكر الله وتمنى له كل الخير. نعم، كما لو حتى كما لو كان أخوك أو أختك، حتى وإن لا يهم، وحتى وإن لم يكن كذلك، فقط أنت يجب أن تشعر بهذه الأشياء. صافي، كملنا مع هذه الطاقة الشخصية، كفى. استغفر الله. والشر عزيزي أو عزيزتي عند الناس كما تقول إيمان، لأن تعلمت هذا من معلمي سقراط، الشر ليس سوى جهل، والخير هو العلم. وشيء آخر عزيزي، أنت عزيزي يجب أن تفهم أن النجوم لا تلمع إلا في الظلام، وأنت مثل النجوم، يعني الظلام، كل هذه أحيانا السلبيات يعني هي مهمة في حياتنا، ليست سلبية في الحقيقة، بل تسمح لنا بأن نخرج هذا النور، كما أقول دائما، الذي في أعماق كل كائن حي، كل لا ليس كل البشرية، ليس كل كائنات، البشرية، الإنسان، وخا الإنسان، لأن الإنسان يحبه الله كثيرا. وخا الله، قراءة عميقة بزاف. إذا بفضل هذا، لأني أرى أن هذا الشخص أو هذه يعني أثرت في حالة، لذلك أواصل، يعني هذا سيسمح لك بأن تظهر أفضل ما بداخلك في أسوأ الأحوال. أراك سعيد عزيزي، وخا، والعام يرحب بك، هذا العام بفرح، السماء ترحب بك، العام هذا العام سيكون عام الفرح، سيكون عام عجيب، كما قلت الربيع سيكون في حياتك، وهذه الثراء والوفرة الذي تكلمت عنها ستراها خاصة في فصل الربيع. في فصل الربيع سجلوها، فصل الربيع سيحدث لكم شيء عجيب عجيب، سواء في الحب أو في المجال المادي. هذا العام سيكون رائع رائع رائع، خاصة في فصل الربيع كما قلت. أنت ستجني ثمار حلوة حلوة، قميزيت، واخا قميزيت يعني حلوة بالأمازيغية، سويت. أنت أيها الأمير الحساس الرقيق، في نهاية العام، في نهاية العام، هذا كما قلت، هذه الكارت كذلك تتكلم عن النهاية، نهاية سيئة، يعني تنظيف حياتك من ما هو سلبي، ونهاية كل ما هو سلبي. لماذا؟ لأن ستبدأ هناك، ستبدأ أشياء جميلة بزاف، وخا جميلة. كذلك عزيزي، رسالة أخرى هي أن تلبس الأبيض، أن تحاول من أن تكثر، أو يعني لونك سيكون اللون الأبيض. صافي، اكتبوا لي هذه الرسالة كذلك، أرجوكم خذوا دفتر أو ورقة وسجلوا لي هذه، لأنها مهمة جدا في هذا العام. هذه رسائل سماوية لك عزيزي برج السرطان، سجلها، الله يخلي كل الأشياء الإيجابية التي تخرج من روح إيمان، أرجوكم سجلوها لي في هذا العام حبيبي أو عزيزي برج السرطان. سأتكلم الآن عن الحب. الحبيب مسجون في دائرة عالمه الخاص، وفي هذه الدائرة يوجد، ماذا يوجد؟ يوجد خوف، يوجد قلق، يوجد شك، يوجد مشاكل، يوجد ضغوط اجتماعية. هذا الحبيب أراه منفعل وابتعد قليلا لأنه لا يتحمل، واخا. وهذه يعني للنساء، رسالة للنساء، أتكلم الآن مع النساء، الرجال لا يتحملون الخناق والخصام وكثرة الغوات، يعني الصراخ وكثرة الكلام الفارغ، واخا، لأن هذه طاقة سلبية، والرجال مختلف عن النساء، لا يحبون هذا، لذلك هذا الحبيب هرب، واخا.
لذلك عزيزي، لكن أراه أن هذا الحبيب لا يتحمل عدم الكلام معك. لماذا؟ لأنه يحبك عزيزي. الله على قراءة، الله على كارتة غزالة. دابا غادي نقول لكم غزالة، غزالة رائعة. هذا الحبيب لا يتحمل عدم الكلام معك. أنت بعيد عن عينيه، لكن قريب، قريب بزاف من روحه ومن قلبه. يعني أنت لست فقط قريب، بل أنت ما زلت في قلبه، في روحه. واخا هذا حب جميل. وشوفوا الكارتة الأولى تتكلم عن الملكة، ملكة الحب والأمير ديال الحب، لكن هو ينظر إليها وهي غاضبة لأنه غير ناضج. واخا قد يكون أصغر منك سنا أو أصغر منك روحيا، يعني غير ناضج، لكن يحبك. نعم يحبك. قبل أن أنسى، الطاقات التي لا أراها عفوا هي مائية أولا مثلك، سرطان عقرب وحوت، نارية، حمل أسد وقوس، وكذلك ترابية، عذراء جدي وثور. واخا هذه هي المهيمنة. إذن قلنا أن هذا الحبيب لا يتحمل عدم يعني هذا البعد، لا يتحمل. لذلك تنصحك هذا القراءة والكارت، وأراها أنها ستكون طاقتك عزيزي. طاقتك ستتغير، أنت يعني أنت كذلك ستنضج نوعا ما وستتصرف بهدوء. وإذ لم يكن كذلك، إيمان تنصحكم تصرفي بحكمة مثل هذه الأمبراطورة الحكيمة. تصرفي بحكمة، تصرفي بهدوء وتفاهم. فهذا أجيبكم، هذا هل يحبك هذا الحبيب؟ نعم نعم يحبك، وكثيرا، بزاف بزاف كثيرا. مشاعر، هناك مشاعر دائما مهما حدث بينكم، ما زال يحبك 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 يحبك. اكتبوها لي، الحبيب يحبني. نعم يحبك. إذا كنت تتساءل أو تسأل نفسك هل يحبني، لماذا يتصل؟ نعم يحبك، وحب كبير، حب عميق. واخا هذا يتألم عندما لا يراك الآن، طاقته أنا أراه الآن يتألم، يتألم ولا يتكلم. وأراك أنت بنيت سور حولك، واخا، لتحمي نفسك وتتظاهرين بقوة عجيبة رغم حبك لهذا الشخص. وأراك في غرفتك قبل النوم كتطلبي من الله، تدعو الله، أنت عزيزي برج السرطان، تدعو الله أن يجمعك بحبيبك من أعماق قلبك النبيل والصادق. أنت عزيزي برج السرطان، أراك روح نقية وصافية، وبفضل الرحمن عزيزي برج السرطان، الرحمن يحبك. لماذا؟ لأنك صادق نبيل، وكل ما يخرج من فمك من كلام يحمل ذبذبات عالية. كل ما يخرج من روحك وقلبك من جمال فعلي وعملي اتجاه كل من تعرفه، كل كائن على سطح الأرض، ليس فقط مع الناس، يعني كل من ما يخرج بك يعني منك، يعني من كلام وفعل، يعني كي ينتج واحد الهالة سماوية سحرية مليئة بالمحبة والصدق. وهذا له تأثير عجيب وسحري في ماذا يا إيمان؟ في تحقيق الأمنية، في تحقيق الأمنية. أمنيتك عزيزي ستتحقق، اكتبوها لي، أمنيتي تحققت، ليس ستحقق، تحققت هذا العام 2020. واخا ما هي هذه الأمنية؟
البعض منكم قد تكون أمنية أخرى، لكن الأغلبية أراها أنها أمنية عاطفية، أنك أنت والحبيب تحت سحاب وردي تمطر ورود وزهور وفراشات. هذا العام عزيزي تتحقق أمنيتك، اكتبوها لي. هذه الرسالة الرابعة أعتقد، ياك. الحبيب يحبك، يتنازل عن كل شيء ويضحي بكل شيء من أجلك، لأنه يحبك حقا، لأنه يحبك حقا، واخا، وأنت تعرف ذلك، أنت تعرف ذلك، فحدسك قوي جدا وحدسك أقوى حتى من القراءة. لا تحتاجون بأن أقول لكم هل يحبكم، لأن حدسك يعرف أنه يحبك، واخا. لذلك املأ عزيزتي قلبك بالطمأنينة، بالتفاؤل.